السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. معكم أخوكم أسامة من فريق وايكوف. طيب، حبينا بس نعطيكم فكرة عن المؤشرات بشكل عام، نحللهم كلهم، مؤشرات السوق الأمريكي ومؤشر السوق السعودي تاسي بالإضافة إلى إندكس الدولار. بداية بالنسبة لتاسي، تاسي صار له فترة ماشي بقناة صاعدي وكان محترم القناة، يطلع السعر يلمس طلع القناة العلوي ويرجع ينزل، يرجع يطلع يلمس طلع القناة العلوي ويرجع ينزل. حكينا بالمرة الماضية انه كان في عنا ضعف بالصعود، السعر مش قادر يغادر خط المحور تبع القناة وبقي بالجزء السفلي من القناة الى ان كسر الترند. اول مرة مثل ما شايفين هون كسر الترند، رجع دخل داخل القناة ورجع نزل تحت القناة. طيب، إيش المعطيات اللي موجودة عنا حاليا؟ بداية السلبية تبدأ بكسر قاع 10971، لأنه هيك بيكون كسر ماركت ستراكشر وصار عم يعمل قمم وقيعان أدنى. أيضاً نحن بنلاحظ على المؤشرات، على مؤشرات العزم، مؤشرات العزم عم تعطي دايفرجنس بمناطق، دايفرجنس سلبي بمناطق مختلفة وعلى عدة مؤشرات، وأهمها مؤشر الويليامز اللي هو الدايفرجنس فيه بيكون أقوى أنواع الدايفرجنس اللي موجودة. هلأ إمتى بيتحقق الدايفرجنس؟ إذا انكسر قاع الدايفرجنس هذا عند 10954 أو 10940 تحديداً، 10940 هي المنطقة اللي لازم المؤشر ما يكسرها، لأنه إذا كسر وقتها بيكون اكتمل الدايفرجنس هذا اللي هو على مؤشر الويليامز، بالإضافة لأنه مثل ما شايفين دايفرجنس كبير على مؤشر RSI. فلذلك طالما احنا فوق 10971 لا يزال الوضع يميل للايجابيه، ممكن المؤشر يكون عم يعمل رينج اعاده تجميع ويرجع يصعد. فطالما المؤشر داخل هاي القناه العرضيه اللي هي من 11068 الى 10971 فالامور تبقى تحت المراقبه على امل انه يكون هذا رينج اعاده تجميع ويصعد. طبعا احنا رح نبقى معاكم ان شاء الله ورح نحلل المؤشر اول باول ونتابع النزل تحديثات بالنسبة لوضع المؤشر. طيب، منروح بعدها للاس بي 500. الاس بي 500 هو واحد من الاندكسات للاسهم الامريكية. كان المؤشر يسير بقناة صاعدة وايضا نفس الوضع، يطلع يصعد ل سقف القناة ويرجع ينزل، لكن بالفترة الأخيرة مثل ما شايفين هو تحت خط المحور وأيضا عملنا قمم متناقصة أو قمم ما كانت عم تصعد بنفس الصعود تبع القيعان. هذا احنا واحد من النماذج اللي معروفة عنا بالتحليل الحجمي، اللي دارسين تحليل حجمي بيعرفوا الكلام اللي عم أحكي. الآن اليوم دخل في شراء إلى حد ما بالشمعة الهابطة هاي، لكن تتأكد إيجابيته باختراق هذا الخط الريفرس لاين. إذا اخترقه ممكن نتأمل أنه يرجع يكمل باتجاه سقف القناة العلوي. نيجي لمؤشر الناسداك. مؤشر الناسداك هو أفضل المؤشرات أداء حتى اليوم. المؤشر لا زال محترم القناة، صار في ثرو أوفر أو أب تراست هون ورجع دخل داخل القناة ورجع احترمها، لكن هو قريب من ضلع القناة العلوي بهاي المرحلة، فممكن أنه يرجع يعمل تصحيح يمشي بشكل مائل إلى الأفقية لحتى يوصل لضلع القناة السفلي ويرجع يكمل صعود، خصوصاً إنه الـ ADX لازال عطينا إيجابية واليوم لازال عطينا إيجابية. طيب،
نجي لمؤشر الداو جونز. الداو جونز كان عامل وتد صاعد صار له فترة، أيضا السعر صعد خارج النموذج الوتد ورجع دخل داخله وكسر الضلع السفلي للوتد. حاليا هو طالع باتجاه اختبار خط ترند اللي هو الضلع السفلي للوتد. إضافة لذلك اللي ظاهر عنا من مقارنة الفوليوم مع الحركة السعرية، هو دخل برينج عرضي. الرينج هذا إلى الآن لا زال بمراحله الأولية، يخشى أن يكون رينج تصريف للأمانة، لكن ما بدنا ننظر للشارت بسلبية لحتى نبدأ بالمرحلة الثالثة من مراحل الرينج اللي هي بتبدأ توضح لنا معالمه، هل هو رح يكون إعادة تجميع أو رح يكون تصريف. لذلك لا زال الحكم مبكر عليه، لكن بقاؤه تحت الترند هذا مش لطيف بالنسبة للمؤشر نفسه. الرينج حدوده من 33,313 إلى 34,865، ممكن يعمل أب تراست يطلع فوق هذا الضلع باتجاه القمة السابقة، القمة التاريخية اللي عمل عند 35,121. بالنسبة لإندكس الدولار، وإندكس الدولار كتير مهم إنه نحن نبقى عم نطلع عليه، مش فقط للناس اللي بتتاجر بالعملات وبالسلع، لكن أيضاً حتى للناس اللي بتتاجر بالأسهم. بالنسبة لإندكس الدولار على الفريم الشهري، هو كان كاسر ترند صاعد ورجع عاد اختباره وفشل بإنه يرجع يصعد فوقه. طبعاً إندكس الدولار لما بينزل منشوف أرقام عالية على المؤشرات تبع الأسهم. طيب، هو على الشهري داخل برنج عرضي إلى الآن، إحنا عم نراقبه، لكن الشهر الماضي إندكس الدولار عمل شمعة بالعة. هاي الشمعة توحي إنه في ميل إلى التحول إلى الكاش عند المحافظ الكبيرة. يعني السلوك تبع هاي الشمعة، وخصوصا إنه هذا الشهر لا زال فوق الشمعة البالعة، هذا الشيء بيعطي قوة إلى إندكس الدولار. طب خلينا نشوفه الآن على اليومي. هذا الشارت على اليومي هو إندكس الدولار عمل قمة كورونا بالفترة اللي صار فيها قاع كورونا بالأسهم، وبعدها دخل بمسار هابط لفترة طويلة. خلال هالمسار الهابط هذا الأسهم حققت أرقام كبيرة. طيب الآن إيش اللي صار عنا؟ صار عنا بداية وتد مثل ما أنا شايفين. الوتد هذا وتد هابط، هو هذا أحد النماذج الإيجابية. الإندكس كسر الترند الهابط، اخترق الترند الهابط وصعد بعده ودخل بمسار عرضي. الآن في قضية كتير مهمة لازم نأكد عليها. الأسواق دائما تسير 70% من الوقت في مسارات عرضية و 30% بتكون أخذ ترند. لذلك دائما التركيز عنا بالتحليل الحجمي وبمنهج وايكوف هو على تشريح المسارات العرضية ودراستها، لأنه بالمسارات العرضية إذا أنا درستها بشكل صحيح أنا بدخل من أفضل نقطة من بداية نية السعر لتشكيل مسار جديد. لذلك دائما بتلاقونا منركز بالتحليلات على قضية المسارات العرضية وأهميتها. طيب الآن إيش في عنا على إندكس الدولار؟ إحنا في عنا هاي المقاومة هون اللي هو الإندكس حاليا موجود عنده، وفي عنا هاي المقاومة اللي أصبحت دعم. المقاومة هاي اللي ردت سعر سابقا، وحتى في عنده هون منطقة كانت سابقا منطقة عرض تحولت إلى فليب زون منطقة طلب، ورجع السعر لمسها اخترق أول مرة ورد رجع ارتكز عليها ورجع صعد. طيب حاليا الإندكس عليه بوادر اختراق هاي المقاومة وعمل نموذج
كوب وعروة مثل ما أنا شايفين هون. النموذج هذا هدفه ببساطة إذا اخترق النموذج وعاد اختباره فهدفه عند 95407. يعني هذا الكلام يدعم أيضا صعود إندكس الدولار. نبقى إحنا مراقب، لكن يبدو أنه في توجه بالسوق الآن بالفترة هاي إلى تحويل الأسيتس أو الحيازات من الأسهم إلى كاش. فلذلك الآن إحنا تعاملنا مع السوق يكون بحذر. هذا الكلام لا يعني أنه راح نشوف كل الأسهم حمراء وكل نسب داون أبداً، ما بصير نحن نطلع بنظرة سلبية، لكن الحذر واجب. رح نلاقي في أسهم صاعدة ورح نلاقي في أسهم هابطة. منركز بالسهم اللي إحنا داخلين فيه أو بالزوج اللي داخلين فيه أو بالسلعة اللي داخلين فيها إذا كنا عم نتداول بالفوركس، لكن يجب الحذر بالتحليل واختيار الفرص المناسبة. الله يعطيكم العافية جميعا، أتمنى أني ما أكون طولت عليكم، وبالتوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.